دلوقتي خلونا نتابع جلسة تعريفية وتدريبية عن المنتدى الحضري العالمي. طبعا المنتدى ده بيعكس قوة تجربة مصر العمرانية الحديثة وبيمثل فرصة ذهبية للترويج للاستثمار. المنتدى هو بيعتبر المنصة الأولى في العالم للتعامل مع القضايا الحضرية، وهو تاني أهم منصة على أجندة الأمم المتحدة، وده بيضم عدد كبير من الخبراء والممارسين والقطاع الخاص والحكومات والمؤسسات والشركات الدولية والجامعات أحيانا للتعامل مع القضايا الحضرية اللي في العالم وكيفية تطبيقها على النظام المحلي في الداخل. يعني المنتدى، مصر استضافت المنتدى في مؤتمر كاتوفيتسا في بولندا، بيسموه ووف 11 اللي هو المؤتمر 11 او المنتدى 11، وتم توقيع الاتفاق هناك، وبعد كده اتعمل الاتفاق اللوجستي في القاهره سنه 23 في مايو. وهذا الاتفاق بيحدد اشكال التعامل مع الهابيتات والمتطلبات المطلوبه من جانب مصر ومن جانب الهابيتات لتنظيم المؤتمر. المنتدى بشكل عام فرصه مهمه جدا لإظهار وجه مصر الحضاري أولا، للتسويق للتطور العمراني في مصر، والتسويق للقدرات المصرية في خلال التنمية العمرانية خلال 10 سنوات اللي فاتت. النهاردة كان حدث عظيم، تناقشنا وتناولنا الاستعدادات الخاصة باستضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي، اتكلمنا على الأجندة الخاصة بهذا المنتدى وتنوعها من جلسات، من حوارات، من دوائر مستديرة، من فعاليات غنية من نوع زي السينما الحضرية، زي المكتبة الحضرية، الفعاليات الخاصة بالتشبيك والتواصل ما بين مختلف المشاركين. اتكلمنا على قد هذا قد إيه هذا الحدث مميز باستضافته بالقاهرة من حيث الحضور، كافة الفئات المجتمع من حقها أنها تحضر وتشارك فيه، ليس مقصورة على الحكومات والمنظمات الدولية أو الأممية، ولكن غيرها من الجهات سواء كانت أكاديمية، قطاع خاص، وغيرها من الشركاء ممكن يحضروا ويشتركوا معنا في فعاليات هذا المنتدى. الفترة اللي احنا داخلين عليها هتبقى فترة غنية بهذه الموضوعات. عندنا يسبق المنتدى الحضري العالمي أسبوع القاهرة الحضري، وده مجموعة من الفعاليات المميزة اللي بتتناول قضايا التنمية الحضرية داخل مصر وبالقاهرة بالأخص. وكذلك عندنا يوم المدن العالمي بالإسكندرية، وهو ده سعداء برضو أن أول مرة هذين الحدثين الدوليين بيتم استضافتهم في نفس الدولة وهي مصر.